مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده او الفيديو ده هعمل لكم اكله سريعه جدا جدا جدا، مش تاخد اي وقت خالص. ليه؟ لان انا بصراحه ده فطير جاهز جايباه من بره، تمام، موجود عندي. فانا هقول لكم على فكره ليه، طريقه كده بسرعه، وفكره ليه بسرعه ناكله كده بمنتهى البساطه والسهوله، فعشان كده مش هياخد اي وقت معانا. دي الاكله دي او الطبق ده ينفع للفطار الصبح او العشاء، حاجه سريعه وبسيطه. انا جايبه فطير هوريه لكم دلوقتي. هو جاهز، ما اكذبش عليكم يعني، تمام، فطير صغير من الفرن، فطير مشلتت جاهز صغير. فانا هعمله لكم بيه اللبن، طريقته حلوه قوي وسهله جدا. ادي معايا نص كيلو من اللبن على البوتاجاز، تمام. طيب النص كيلو من اللبن ده انا هحط له سكر كده للتحليه، الكميه اللي انا عايزه اعملها. يعني انا للنص كيلو انا هحط كده بالمقدار، عشان انا عارفه بحط ايه. بصوا كده اهو، كده تمام بالنسبه لي. طيب ايه ده، اهو كده يدوب السكر في اللبن، وانا هخليه ايه ياخد غلوه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه على الفطير. اهو يا جماعه، انا طبعا غليت اللبن وحطيت فيه كميه السكر اللي انا عايزه اعملها، احطها يعني حسب التحليه وحسب الرغبه. ده الفطير اللي هو المشلتت ده، اللي هو بيتجاب من الفرن جاهز. زي ما قلت لكم انا بصراحه لا، مش ده اللي عاملاه، ده انا جايباه جاهز، تمام. اهو ليه الفطاير بتبقى صغيره دي كده، اهي الفطاير دي، ماشي. طيب هنا حطيت الكميه اللي انا عايزاها في الطبق، وقطعتها زي كده اهو، قطع كده، قطع زي ما احنا شايفين. هحط عليها دلوقتي اللبن بسكر. بصوا حبايبي اهو، شايفين اهو، كده ده لبن بسكر. فعايزه اقول لكم اكله سريعه وبسيطه جدا، وبس طعمه جدا وحلوه قوي قوي. الناس اللي بتحب اللبن والفطير يعملوها، تعجبكم جدا. واقول لكم حبايب قلبي مع الف مليون سلامه، باي باي.